موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على مدربين التونسيين المتألقين خارج تونس ونادي الساحل السعودي في الدرجة الأولى السعودية وما يعادل القسم الثاني في تونس. تعاقد مع المدرب التونسي محمد العياري اللي كان يتألق الموسم الماضي وقاد نادي هاجر للصعود. معنا بالتليفون الكوتش محمد العياري باش نحكيو معاه على تجربته الجديدة هذه. محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله الحمد لله صافا، وكملنا السيزون، جينا نعملوا في ترتيحة صغيرة في تونس. الحمد لله. أي شوية بحظ شوية حاجات هكا وما زلت. وين توا خويا بصراحة شيء يخوف. شيء يخوف صحيح، عملنا شوية بحر، لكن توا بصراحة بالقرارات الجديدة واحد لازم يلتزم شوية باش يرد باله، عنده عائلة عنده أبوه، تعرف هذه الأمور ما هيش هذه صحة عالمية توا. إن شاء الله ربي بعد علينا البلاد إن شاء الله. كنت في السعودية ما لقحتش؟ والله لا تقريبا، احنا فما تعرف فما الاجهزه الفنيه اللي خاصه اللي ما عندهاش الاقامه واللي ما تعتبرش مقيمه في السعوديه ما ينجموش يلقحوا لهم، لكن تقريبا ممكن فما ثلاثه اطر بركه تقريبا. احنا تعرف جاليه كبيره غاديك، لكن احنا ما لقحناش، معناتها كرياضيه كاجهزه فنيه في الدرجه الثانيه والدرجه الاولى اللي ما عندهمش اقامات ما يلقحوش. حاولنا اتصلنا بوزاره الشباب والرياضه، كانت قدمت معناتها قالت باش نحاول كيفاش نعملوا محاولات، خاطر تعرف فما برشا اجراءات خاصه على الرقم نتاع اللقاح هذاك يتحط على وزاره الصحه. دونك فما اشكاليه باش يحطوا على تاشيره الدخول اللي هي تاشيره السعوديه. به ان شاء الله في اقرب وقت. على كل به تجربه جديده اليوم كوتش، امضيت بصفه رسميه تقريبا، نجم نقول بصفه رسميه تم الاتفاق مع نادي الساحل السعودي. نادي الساحل السعودي تعرف التجربه نتاع الموسم اللي فات اللي كانت معناتها تقريبا ناجحه بنسبه 85%. نادي اللي كنت فيه نادي هاجر كان في الدرجه الثانيه، تم الصعود بدون هزيمه والحمد لله كملنا وصلنا المشوار، كان مشروع ممتاز الحقيقه. الموسم اللي فات علاش قلت لي 85%؟ وين ال 15 وين مشاو؟ ال 15 كان ممكن نجموا نصعدوا لو معناتها توفرت امكانيات ماديه، والناس الكل تعرف اللي كانت موجوده في السعوديه الامطار الاخيره كانت معناتها كان ممكن كان فما كان صار فما انتداب ولا اثنين، وهذا كان طلب مني للرئيس، لكن للاسف تعرف فما موارد ماليه ما قدرناش. الحمد لله تقريبا اللي صعدوا ثلاثه توانسه كنت انا وراهم، معناتها عمد الكوكي حبيب رمضان وتحمين محمد تحمين، هذوما ثلاثه توانسه يشرفوا الرايه التونسيه، كنت نجم نكون واحد منهم، لكن ان شاء الله في الفرص القادمه ان شاء الله لما لا نخدم على رواحنا وديما نخليه وديما المورال طالع على المدربين التوانسه، وان شاء الله نمثلوا ديما تونس الرايه التونسيه ديما في احسن المجالات ان شاء الله. ان شاء الله. علاش ما تواصلتش التجربه مع هاجر؟ علاش بدلت الفريق؟ لا هاجر والله كانت باش تتواصل، تقريبا كانت المفاوضات تقريبا شبه خاصه بنسبه 90%، لكن الامور الماديه هي اللي كانت الفاصله بيناتنا احنا وياهم. تقريبا كنا جهزنا تقرير شامل على الملاعبيه على المعسكر الداخلي والمعسكر الخارجي، الاستقطابات المحليه والخارجيه، لكن في اخر المطاف كان الوكيل معناتها ما تفهمش معاه في امور التجديد على المستوى المادي، خاصه المستوى المادي، وهذاك ولينا قلنا ليه خلينا نخير ونستناه وننتظره. كنت في اتصالات كبيره مع فريق معناتها نادي معناتها في الامارات، ولكن للاسف الامطار الاخيره تفسخت. اليوم الحمد لله جات تجربه نادي الساحل، نادي الساحل مثلوه مدربين كبار توانسه، ان شاء الله اليوم عندنا تجربه معاه جديده، حطينا معناتها اهداف جديده، طموحات كبيره، جهاز كامل تونسي ان شاء الله باذن الله باش يمشي معايا. المعتاد اليوم متكون معناتها محمد التلمساني مساعد المدرب، عصام طرابلسي مدرب حراس الملعب التونسي كان قبل، معايا محمد العياري النادي الافريقي، ومعايا حمزه ابو زوزه دكتور، معناتها تقريبا ست اشخاص، ان شاء الله نزيدوا ان شاء الله ديما كل مره نزيدوا اكثر ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله لكم الكل كوتش. شنو هي هدف حضرتك على الملعب التونسي؟ ما زلت معنا حبي خلينا نكملوا مع الفريق الساحل بعد تنجيك تحكي على استاد وانت جاي ما تحكيش على استاد. لا لازم ضروري تعرف انا ولده وكاو ديما حبوا للجمعيه ديما يقعد واحد. اكيد. شنو الاهداف حطيتوهم مع الساحل السعودي؟ شوف الساحل السعودي باش ما نكونوا صريحين، كنت صعد مع عامر دربال الموسم من موسمين، اليوم قعدت مع رضا جدي خليه في الدرجه الاولى وعمل عمل كبير برشا، لكن احنا اليوم نحاولوا باش تعرف خاطر فما
فما كل الانديه اللي ما عندهاش الاستراتيجيه الكبيره اللي باش تحاول تلعب على الصعود. احنا اليوم باش نحاولوا نكونوا فريق تقريبا نفس الاهداف اللي عملتها مع هجر، قاعده كبيره من اولاد الجمعيه، نعطيهم نفس جديد، نعطيهم روح جديده، وليدات صغار مع استقطاب بعض اللاعبين اللي عندهم الخبره باش نكونوا الفريق على مدى موسمين. الموسم الثاني تقريبا باش يكون لاعب على الصعود ان شاء الله باذن الله للدوري الممتاز ان شاء الله. فما قلت ستاف تونسي، فما لاعبين تونس باش يكون معاك ان شاء الله؟ اكيد اكيد، معناتها الموسم فارض كان معايا وسام البوغان المحور والمجال التحيه اللي كان قدم موسم ممتاز ممتاز جدا تقريبا، معناتها كان عامل اضافه، وكيما اللاعبين التوانسه اللي قدموا الاضافه الحقيقه في الدوري الدرجه الاولى السعودي، حتى في الدوري الممتاز زاد عنا سعد بقير زاد عمل مدوى، معناتها عمل موسم معناتها يعتبر من افضل المواسم للاعبين التوانسه بعد خالد بدره ونبيل عدو. اي فاش كنت خمر اعطينا حاجه، اعطينا سكوب في الوقت الحالي. ممكن وسام البوغان يرجع معايا، ممكن فما امكانيه كبيره، لكن تعرف انا هذا الكل راهو تقريبا صار في نهارين مازلتوا ما حكيتوش معناها في مفاوضات كبيره مع النادي هذا في دبي، لكن في كيما حكيت لك الامطار الاخيره وهذا رزق. ان شاء الله مبروك على اللي باش يمشي له ان شاء الله ويقدم مستوى طيب ونفس الاطار كيف اطار تونسي، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. احنا اليوم ان شاء الله زاد احنا نكونوا في نادي الساحل نقدموا مستوى طيب ونحاولوا ديما نقدموا نتائج ممتازه للملا ان شاء الله. باهي شنو حبيت تقول على استاد؟ حبيت نقول الاستاد راهي استاد عمرها ما تموت، هذا استاد جمعيه كبيره، الناس كل تعرف استاد قيمه استاد. حاجه بسيطه يزينوا برشا كلام، نحبوا نشوفوا حاجات معناتها اللي 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 تشرف الملعب التونسي، خاصه معناتها استاد اللي صار فيه في اخر الجولات ما نجمش يصير على جمعيه كبيره، لكن نتعلموا من الاخطاء، اهم حاجه نتعلموا من الاخطاء. انا كنت مثلت فيها معناتها وتي تعرف الجهاز الفني نتاعها، ملعب تونسي ملعب قلعه كبيره بملعبيتها بناسها بجمهورها، يلزم نلتفوا عليها وان شاء الله باذن الله اذا فما القرارات جديده بتاع الرجوع للدوري الممتاز نعرفوا كيفاش نعملوا الموسم نتاعنا، وان شاء الله نرجع معناتها للمراتب الاولى، وكل موسم ما نلعبوش ان شاء الله على تفادي النزول اللي راهو الملعب التونسي كيما نعاود لك قلعه كبيره. يزيونا بالكلام، فما برشا الناس تتكلم، خليو الناس كيما جاي تخدم اعطيوها الفرصه، احنا مشكلتنا ما نعطيوش الفرصه للناس اللي تحب تجي تخدم خاصه اولاد الجمعيه، اعطيوه الفرصه خليه يخدموا بعد حاسب. جبت ناس اعطيتهم فرص معناتها موسم اثنين ثلاثه نفس الحكايه، جيب ناس جديده تعطي فرصه جديد دم جديد خلي الناس تخدم. فما ناس معناتها اليوم برشا اطارات تحب الملعب التونسي قاعده تقدم في الاضافه، خليهم الاشكاليه نتاعنا احنا مش نحسوا في روحنا كنا نقزموا الولد الجمعيه. وهذا معناتها ماهوش باهي، فهمت؟ اليوم فما ولاد جمعيه قاعدين اليوم عاملين معناتها اشياء كبيره، ما نحكيش نحكيو اليوم انا نسبة عادي خرج، راهو مانيش معناتها وينجم يكون في الوقت هذاك نسبة عادي ما كانش معناتها يمشي في الاهداف نتاع الجمعيه، لكن اليوم هو قاعد في النادي السويحلي قاعد يقدم في الاضافه الحقيقه. باهي كوتش موضوع كبير موضوع مع تونس، اكيد نوعدك ان شاء الله في استضافه ثانيه تكون نحكيو اكثر بعمق، خاطر ما عنديش برشا وقت اليوم ما كانش مبرمج، ان شاء الله مره ثانيه تكون معنا نحكيو اكثر باستفاضه على ملعب التونسي. ان شاء الله باذن الله. مره اخرى شكرا لك كلام ديما تقدم في الاضافه اخويا بالنسبه للوطر التونسيه، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه وان شاء الله مستمعين تفهم ديما فرحانين ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله مع الساحل السعودي. الاخبار مع سهيله سمعي بعد رجعي.